أهلا وسهلا بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر في الفيديو التعريفي لمادة التربية الإسلامية معي أنا معلمتكم مي بنات. خلال هذا الفيديو أعزائي سوف نعرف بكتاب التربية الإسلامية والمنهج بكافة وحداته لهذا العام الدراسي. سوف نركز على أهداف هذه المادة وعلى طرق التعلم فيها. سندرس أعزائي كتاب التربية الإسلامية من منهاج وزارة التربية والتعليم المختار للفروع كافة، وسينقسم هذا إلى فصلين دراسيين. فخلال الفصل الدراسي الأول سوف ندرس الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الأولى بعنوان ما فرطنا في الكتاب من شيء، أما الوحدة الثانية بعنوان وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الوحدة الثالثة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والوحدة الرابعة وما آتاكم الرسول فخذوه. لاحظوا أعزائي بأن عناوين هذه الوحد أخذت اقتباسات من القرآن الكريم. أما عن محتوى الوحدة الأولى أعزائي، فترتكز الوحدة الأولى على جهود علماء المسلمين في خدمة القرآن الكريم وعلى سورة آل عمران بالآيات الكريمة 102 إلى 105 ومن خصائص الشريعة الإسلامية الإيجابية، ثم سننتقل إلى الأخلاق في الإسلام والعزيمة والرخصة. أما عن دروس الوحدة الثانية فسوف ننتقل إلى الجزء الثاني من سورة آل عمران في الآيات الكريمة من 169 إلى 174، ثم سننتقل إلى جهود علماء المسلمين في الحفاظ على السنة النبوية الشريفة، ثم سننتقل إلى مفهوم الزواج مشروعيته ومقدماته والجهاد في الإسلام، وأخيرا مع يوم مؤتة. أما أعزائي عن دروس الوحدة الثالثة سنبدأ مع سورة فصلت بالآيات الكريمة من 30 إلى 36، ثم إلى الحديث الشريف مجتمع الخير والصحابي الجليل معاذ بن جبل، ورابعا مع المحرمات من النساء، ثم خامسا علماء من بلدي. بعد هذا أعزائي وقوفا عند الوحدة الرابعة، أولا مع سورة الجاثية الآيات الكريمة من 23 إلى 27، ثانيا من صور الضلال، وثالثا من أحكام عقد الزواج، أما رابعا الحقوق المالية للمرأة في الإسلام، وخامسا الأمن الغذائي في الإسلام. أما أعزائي مع الفصل الدراسي الثاني سنقف مع الوحدة الأولى عند خمس محطات. في المحطة الأولى عند سورة الحج الآيات الكريمة من الآية الخامسة إلى السابعة، وبعد ذلك سننتقل إلى عظمة الله عز وجل، وهذا عنوان لحديث نبوي شريف، وثالثا من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العقل، أما رابعا كرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية، وخامسا من مساجد العالم الإسلامي. وقوفا أعزائي عند الوحدة الثانية في الفصل الدراسي الثاني سوف نبدأ بسورة الروم الآيات الكريمة من 21 إلى 24، ثم المسؤولية في الإسلام حديث شريف، وثالثا فتح مكة، وبعد هذا القائد صلاح الدين الأيوبي، وخامسا مع عنوان حقوق الزوجين. أما أعزائي عن محتوى الوحدة الثالثة للفصل الدراسي الثاني فسوف نبدأ بسورة الحشر بداية من الآية 18 إلى الآية 24، ثم سنقف عند مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وننتقل إلى الإسلام والوحدة الوطنية، ورابعا منهج الإسلام في معالجة مشكلة الفقر، وخامسا إلى موضوع تنظيم النسل. أما عن الوحدة الرابعة أعزائي،
هذه الوحدة تبدأ بدرس الأمثال في القرآن الكريم، ثم الحقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام، ثم مراعاة الأعراف في الشريعة الإسلامية، ورابعا يوم تبوك، وخامسا وأخيرا في هذه الوحدة خصائص الحضارة الإسلامية وأثرها في الحياة الإنسانية. أما أعزائي عن أهداف مادة التربية الإسلامية في الصف الحادي عشر، فتنصب أهداف هذه المادة في معرفة الطالب شؤون دينه، سواء على المستوى العقدي في عقيدته يفهم ويستوعب كل ما له علاقة بالعقيدة، أو على المستوى الفقهي في أن يدرك الطالب أهمية الأحكام الدينية ومدى انعكاسها في حياته، كما يشمل أيضا هذا الكتاب ما يحقق أهداف فهم الطالب لتفسير الآيات القرآنية الكريمة والنصوص الدينية من الحديث الشريف، كما يشمل الكتاب ما يهدف إلى معرفة الثقافة الدينية بشكل عام، مثل معرفة الأمور الكثيرة عن شؤون بعض الصحابة أو التابعين أو أعلام الدين الإسلامي وإنجازاتهم في سبيل هذه الأمة، كما يهدف أيضا إلى انعكاس هذه الثقافة الدينية في خلق المسلم وطبعه بصفتك طالبا مسلما. وأيضا أعزائي، سوف ترتكز طبيعة هذه المادة في تطبيقها على عدة جوانب في استراتيجيات تعلمنا أو في تطبيقنا وتقييماتنا، فسوف نعتمد قليلا على الورقة والقلم في اختباراتنا بحفظ وفهم المطلوب خلال هذه المادة بشكل اختبارات طويلة أو قصيرة، كما سيكون لدينا العديد من المشاريع الصفية أو قد تكون بعض المهمات المقننة بيتيا، وهذا سيكون عن طريق مجموعات ثنائية أو أكثر وفق متطلبات كل صف وطبيعته. وسوف يكون لنا وقفة مع العروض التقديمية ومع إعداد اللوحات الإرشادية أو الملخصات، وأيضا سيكون لنا وقفات بحثية كثيرة تعتمد على نجابتك وعلى سعيك في تحقيق أهداف البحث في مجال معين، مما سيزيد من نشاطك ومن فهمك واستيعابك لنطاق هذه المادة التي لا تعد مادة دراسية تقف بين دفتي الكتاب، بل تتعدى هذا لأن تكون مادة حياتية تتعلمها الآن وتمكث معك طوال حياتك. أعزائي، أشكر لكم حسن تواصلكم واستماعكم، وأرجو لكم دراسة موفقة وثقافة إسلامية تنعكس في حياتكم إيجابا على مدى عمركم.